بون السلام عليكم خوتي، كيما بدناكم باذن الله اليوم راح ندير لكم درس على الزيوت لي زويل. بون كاين بزاف ناس، مانيش راح نقول لكم انا اول واحد راح ندير لكم فيديو في هذا في لي زويل. كاين ناس ما على بالها تعرف وكاين ناس ما تعرفش، دونك راح نحاولوا اللي يعرف نزيدوا نوثقوا له المعلومات اللي عنده، واللي ما يعرفش هاو راح يتعلم. اوكي عندنا لي زويل، لي زويل لي شيميس نحتاجهم يحضروا درك جماعه الشيمي. خاوتي درك واش لي زويل واش عندنا مع الوقت؟ واش عند خرجوا لنا دو فامي في لي زويل. هذا عندنا اورغانيك، بون بليتو حنا واش نقولوا، هما كاين تروازيام فامي هذه اورغانيك، مانيش راح نهضر عليها الاورغانيك، هذه راح نهضر على سومي سومي سينتيتيك و فول سينتيتيك. معناتها سينتيتيك 100% 100% سينتيتيك. عندنا دفام درك احنا في الزوير، درك المحرك تاعك اخوتي يحتاج اون سبيسيفيكاسيون يعطيها لك الكونستريكتور تاع الزيوت هذه، سواء المحرك تاعك يمشي بزيت سيمي سينتيتيك سواء يمشي بزيت سينتيتيك. في الحالة هذه خوتي درك كي نجيو لي غراد، هنا راني نهضر على لي غراد دويل، مانيش نهضر على لافيسكوزيتي اللي هي لافيسكوزيتي فيسكوزيتي، مانيش راح نهضر عليها الفيسكوزيتي. فيسكوزيتي اليوم خوتي مانيش راح نهضر عليها، اللي هي لي غراد 10 دبليو 40 15 دبليو 40 ولا 5 دبليو 30، مانيش راح نهضر عليها، مش راح نشرح لكم هذا الامور، راح نشرح لخاوتي ديريكت صلب الموضوع، الحاجه اللي بزاف ناس ماهيش منتبهت لها في السيمي سينتيتيك وفي الفول سينتيتيك. درك مثلا خاوتي درك شوف واش عندنا، عندنا امثله على لي زويل هذا الزيوت هذو. هاك تشوف هنا لا ديس دبليو 40، حنا شوف يدير لك ديس دبليو 40 سي لا فيسكوزيتي ديناميك تاعها، هذه لا فيسكوزيتي ديناميك تاعها. بصح كاينه حاجه انا واش راح نعيط لخوتي، راح نفهم خوتي واش معناتها الاسي او ا اطروا، هذه الاسي او ا اطروا بي 4 ولا الابي اي اس ان سي اف، هادو هادو سي دي نورم، لومولوغاسيون هادو سي دي نورم. انا واش راح نفهم خوتي اليوم، راح نديرو الدرس الاول برك راح تفهم لي خويا، فهم لي الاسي او ا اطروا بي 4 هذه واش معناتها، تفهم هذه وما تروح تفهم الامورات الاخرى. اوكي هاي كيما هنا لا ديس دبليو 40 ا 4 ا 3 بي 4، نجي لهنا واش هي ال ا سي او ا 3 بي 3 ولا بي 4 بلوتو. هاي افهم هذا كاسترول في النافطه الخوتي، ها ديس دبليو 40 واش هي ثاني هنا، هاي لومولوغاسيون هذه احتاج كانت تفهم لي هذه، هاي ال ا سي او ا 3 بي 4 هاي ال ا 3 بي 3. اوكي باغيك تفهم لي هذا، زيد واش عندنا هنا 5 دبليو 40 كاسترول 5 دبليو 40 الفيسكوزيتي مختلفه واش هي اللي هي، هاي هنا واش هي سينتيتيك فول سينتيتيك 100% سينتيتيك، هاي 5 دبليو 40. كي نجي لهنا واش نقرا اس ا او 5 دبليو 40 اس سي او ا سي 3 سي 3 سي 3 هذه باغيك تفهمها واش معناتها سي 3. درك نروحو نفهم في الكاسترول في الماغنيتيك القديمه، كاسترول القديمه خلاص 5 دبليو 30 ال ا 5 5 دبليو 30 اخوتي، هاي 30 لا فيسكوزيتي تاعها 30 بصح ا 5 ها الواه تركب تركب ال ا سي ا 1 بي 1 ا 5 بي 5 با بلوس، هذه وهذه مش كيف كيف، مالغري هذه خفيفه على هذه كي نقولوا لو تار تار تاع خفيفه والله. توتال كوارتز القديمه 5 دبليو 40 اي 5 دبليو 40 اخوتي، ها 5 دبليو 40 5 دبليو 40 هذه واش معناتها هنا، ها سنا هاي اروع لهنا لومولوغاسيون هذه واش عندنا ا سي او ا 3 بي 4، هذه 5 دبليو 40 وهذه 5 دبليو 40، هذه سيمي سينتيتيك وهذه فول سينتيتيك، فهمتني مش كيف كيف. زيد هذه الكوارتز في جديده، توتال في جديده 5 دبليو 40 هذه
واش هي لومولوغاسيون تاعها؟ ها هي كي أتروا بي كات، أتروا بي كات. فهم لازم باغي نفهم خاوتي واش معناتها هذو، من بعد نروحوا نفوتوا لي نورمال هذوك، ولا نروح كل واحد يفهم. كي تفهم لي هذو تفهم الاخرين وحدهم. أسيو أتروا هذه مش كيما هذه، مش كيما هذا. اوكي هذه ثاني، ها هي هذه في جديده في الادج جديده تيربو ديازل 5 دبليو 40 هاك تشوف فيها 5 دبليو 40 ها هاي سيترو. هذه ماشي كيما هذه مالغري واش هاك تقرا 5 دبليو 40 5 دبليو 40 بصح مش كيف كيف. هذه ما تركبش للمحرك اللي تركب فيه هذه، وهذه ما تركبش للمحرك اللي تركب فيه هذه. اوكي ها روح لهنا نفهموا واش معناتها هذو. قلنا خالتي عندنا سيمي سينتيتيك والفول سينتيتيك اللي هي 100% سينتيتيك. سينتيتيك بمعناتها بالعربيه هذه نصف تخليقيه، تخليقيه وهذه تخليقيه 100% 100%. اوكي هذه واش يجيبوا؟ يجيبوا انه دي زويل، يجيبوا اورغانيك، يجيبوا كونتيتي دويل اورغانيك ويزيدوا لها دي زاديتيف، اديتيف اديتيف يزيدوا لها لي زاديتيف. اوكي وهذه واش هي؟ هذه سي دي زاديتيف اديتيف برك، سي دي زاديتيف 100%. هذه تخدم في لابو 100%، ما يجيبوش الاورغانيك اللي هي هاي الاورغانيك هذه. تسمى من كي تجيب انت لي زويل في الرافينري تخرج منها الاورغانيك هذيك وتزيد لها لي زاديتيف تخرج لك سيمي سينتيتيك. بهذه وكل سيدي سانتاز يقولوا لهم سانتاز، سيدي سانتاز سيدي سانتاز وكل مصنوعين في اللابو هذا 100% مصنوعه في اللابو. في الحاله هذه واش نجي؟ لازم نفهموا لا نورم، هذه ستون نورم، لا نورم لا نورم لا نورم ا سي او ا. حنا في الجزائر اخوتي علاه نحكي لكم على ا سي او ا؟ ماناش في امريكا والله في الصين. هذه هي لا نورم اوروبيان، يقولوا لها نورم اوروبيان. السيارات تاعنا اكل اخوتي اللي يدوروا في الجزائر اكل اوروبيه، اذا لازم نفهم اخوتي واش معناتها ا سي او ا، سي لا نورم اوروبيان. فيها اخوتي هذه لا نورم، فيها لي زويل ا، فيها لي زويل بي سي دي. اوكي درك انا كي نفهمك شو مال لي زويل ا والبي والسي والدي، انت ومن بعد خير واش راح تلوح المحرك تاعك، لازم تعرف شنو المحرك عندك خويا. اذا لا نورم ا عندنا ا 1 ا 2 ا 3 ا 4 ا 5 اللي هي ايكيفالونت، اللي هي ايكيفالونت مع البي 1. تسمى الكاليتي تاع ال A5 هي نفسها البي 1، بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 اللي هي هذه بي 5 هذه يا خوتي اللي هي ايكيفالونت مع ديريكت. تسمى فان دو نورم بي 5 هي ديبي دو نورم سي 1 سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5. بصح هنا هذه اللي هنا ماهيش هي نفسها الفان، ماهيش نفس لو سيستيم مع ليكيفالونس تاع الدي. الدي هذو يسموهم الهيفي ديوتي، الهيفي الهيفي ديوتي. هذو الزيوت الثقيله تاع المحركات الكبيره، تاع المحركات الكبيره تاع لي سومي ريمورك تاع لي باطو تاع ما على باليش انا، فهمتني؟ هذو تاع الهيفي ديوتي بيان سور ديازال، هادو سي ديازال ديازال ديما، هادو ديازال لهي فيديوتي. هذه نورم وحدها خلاص خاوتي، جماعة الباطوات ومن بعد نحكيو معاكم انتم، حنا نخدمو السيارات. اوكي نرجعو حنا لأ بي سي تاعنا، حنا نفهمو الأ و بي و سي كيما لهنا. واش كي تجي تشوف؟ تجي تشوف لا نورم لأ سي أو أ أ 3 بي 4 أ 3 بي 4 بما انتها لأ 3 ها هي الا 3 الا 3 ونخدموا البي 4 ها هي. تسمى الزيت هذه تصلح في الا 3 والبي 4
دركا واش قال لك الاسيو ا واش قالوا ثاني؟ قال لك اخويا انا الا هما محركات ايسونس ايسونس. بما انت كي تلقى قرعه بدون تزيد فيها لا نورم اسيو ا كي تلقى الا هنا راه محرك ايسونس خاوتي، عليها تجي لهنا واش يكتب لك؟ يكتب لك بور ايسونس ديازل، تلقاه يكتب لك ليبريفيون سيمي سانتيتيك 1000 تري اوت بيرفورمانس. هنا ما كاينش مكتوبه لهنا، كاين وين يكتبوا ايسونس ديازل. ها هي كي ها هو هنا مثلنا خاوتي، هنا كيما هذا، هذه تاع نافطال، هذه جزائريه مخدومه في وين مخدومه؟ هذه في اليونان في لاغريس. نصف اصطناعي يستعمل لمحركات الديزل والبنزين للسيارة، تسمى الديزل والبنزين. بما انت كي نجي نشوف لانور نتاعو واش نلقاها؟ الاسي ها هي كي الا والبي. ليسونس ديما كي تلقى ا بمعنتها ايسونس، محرك ايسونس. اوكي البي هو ديازل، ديازل ديازل. السي هو ايسونس وديازل سبيسيو بمعنتها سبيسيال، هذه السي هذه سبيسيال بمعنتها محرك سبيسيال. واش معنتها سبيسيال؟ بمعنتها فيه انظمة البيئة، فيه الكاتاليزور اللي هو لو كاتاليزور، فيها لو كاتاليزور كاتاليزور، فيها لو كاتاليزور، فيها لو دي بي اف، دي بي اف اللي هو الفاب، فيها الفاب. درك نفهم خاوتي واش معناتها سي 1 سي 2 سي 3 سي 4، وين تتحط سي 1 سي 2 سي 3 وسي واش وين تتحط هذه؟ فهمتني؟ فيها لو سيستيم اس سي ار، اس سي ار اللي هو فكره بارتيكي الاخر بليتو اللي هو الاد بلو، تكنولوجي بلو اد بلو، سميها الاد بلو ولا سميوها كيما بغيتو، فهمتني؟ فيها الاد بلو. اذا حنا واش نفهموا؟ حنا الا هما ايسونس، بي ديازل، والسي دي سبيسيال في ديازل وليسونس مع بعضهم. اذا درك واش راح ندير انايا؟ درك اخويا انت عندك المحرك تاعك، المحرك تاعك ايسونس فيها ان كاتاليزور، اذا خويا واش تلوحلو؟ تلوحلو في الا في لا اوت غام تاع الا، تلوحلو سوا الا 3 الا 4 الا 5 ولا تلوحلو في السي، تلوحلو السي اذا فيه قال مثلا فيه افانو جي ار، معناتها محركات كاين محركات اللي فيها جي ار، نزيد مونسيوني لو جي ار، جي ار هنا. والله اذا كان ديازل، اذا ديازل عندك كاتاليزور عندك جي ار، تلوحلو لا اوت غام في البي ولا تلوحلو السي. اذا فيه غير كاتاليزور برك والله ماهوش من المحركات النوفو جديده هذه، تلوحلو غير البي بي 3 هاهم، حتى البي 3 هاي كي كيما هذه لهنا كيما هذه بي 4 لا اوت غام، هاي دوموندي حتى البي 4 البي 4. اذا من المحركات تاع لا اوت غام، لا اوت غام سبيسيال لا اوت غام، كما المحركات الجديده هذه اللي رانا نحكيو عليها وتظل تصرى لنا مشاكل فيها اخاوتي، نظلوا نقولوا لكم اخاوتي كلش المرض راهو في الزيت، كلش كلش راهو في الزيت. هذه لا ديس دوبل في 40 خويا، نحي لك ديس راك تلوح لها وشي، تلوح لها 5 هنا عندك خويا، هاي هاي 5 هاي 5 راك تشوف فيها، هذه في فرنسا ماغنيتاك هذه قديمه صح ما تلقاهاش دركا بصح تلقاها، هذه واش تلقى؟ تلقى 5 دوبل في 30 5 ها واش راهي تقول لك؟ هذه تلاح غير المحركات ايسونس، ما تقدرش غير اي 5 دوبل في 30 مالغري يقول لك انا السياره تاعي راني نلوح لها 5 دوبل في 30، بس خويا ما تصلحش، ما تصلح لكش 5 دوبل مالغري الي 100% سانتيتيك. ارواحنا خويا تقرا هذه تتحط لواه ال ا1 البي 1 ال ا5 بي 5 با بليس، ما تقدرش تحطها للسي. هذه السياره تاعك فيها الفلتر بارتيكيل، فيها دي بي اف ولا سي ار لا دبلو، ما تقدرش تحطها لها صاحبي، هذه ما تقدرش تحطها مالغري الي 5 5 دوبل في 30 ما تقدرش تحطها لها. اوكي دركا نروحوا لوين؟ نروحوا لها هي ها هنا لا 5 دوبل في 40 5 دوبل في 40 خويا تشوف فيها 5 دوبل في 40، مي واش راهي تقول لك؟ اسي ا 3 بي 4 انت تاع المحركات ضعيفه مش حاجه قويه، فهمتني؟ هنا المحركات ضعيفه ايسونس ولا ديازل، نقدر نقول لك افيك توربو باسكو بي 4 هي لا اوت غام، هي اوت غام بي في ديازل حتى البي 5 مليحه،
بصح فيها الفلتر بارتيكول فيها الاد بلو ما تخدش له حالها هذه خويا سامبل الفيكارون مارك لي فوسكوزيتي خفيفه ما تخدش له حالها.